زعما مصعد بال بزاف الناس يبغيو يفهموا بعد اول حاجه منين جاك هذه تخرج الشعور ديالك سيدي؟ كان عندي احساس ان الاحتمال ديال الافراج ليا كان عالي هذاك الاحتمال. نهار كان طويل بصراحه كنت كنتسنى كتقول واش نجمع حوايجي ولا ما نجمعش حوايجي. وما جمعتش حوايجي تجو عندي خلي شكون يمشي مكتوبه هنا الحوايج غير داك الشيء خلي يجي السجناء الحوايج. ها؟ الله يرحمه كل شيء. كيسمع السجناء الوصيه. الوصيه. واحد يقول خلي لي ملايا واحد يقول براد خلي يجي لك. خلي داك الشيء. كل شيء ما خرجوش على صافي فواحد الوقيته كنبدا الخطاب الملكي كنتفرج وداز حيت نورمالمون كيجيو فاش كيكون العفو كيجيو قبل عليك 8 الليل ولا داكشي دوزو في ميدي ان تي في كنت كنتفرج في ديك لاباند ديال الاخبار ان كان عفو على واحد العدد معين 2700 2700 وصافي كل شهر ما كاينش عفو صافي رحت بلاصتي شديت السودوكو صافي بقاو كيضحكوا عليا في الكارتي واعتقلني الاخرين حيت كلشي كان كيقول صافي عمر غيخرج ليهم قال لي مرحبا بك جلس معنا خلي الوصيه ديالك عندك. واحد اللحظه جو الناس المسؤولين ديال السجن قالوا لي اسلام انت قلت لك الشيء شكون اللي غيكون جا المودي ضروري اسمع قال جات الاداره جو المسؤولين الاداريين كان المدير كان رئيس المعقل الى اخره كنجمع كتب زيرو مولي جات ديك الفكره ديال شنو غنلقى قدام الباب وكي غنتصرف مع قدام الباب ضروري كيجي كتلاقي كتكون في واحد اللحظه اولا ديك الخرجه ديال السجن فيها واحد الريتوال ديال خصهم يقلبوا لك الحوايج داكشي اللي عندك داكشي دونك كتكون مخوض بهاد الاجراءات وهاد الجزئيات وما كتفكرش بحال شي واحد كيهزك كيرميك فهمتي ما عندكش الوقت اي فابيسين ما كتعرفش الاجواء ديال السجناء بالسكن كينتظروا بزاف بان يخرجوا هذه نقطه مهمه لحقاش كيقولوا ديك الوريكا عرفتي الوريكا الوريكا هي وكيل كيسمى تسونامي يعني شي لعبو كبير هذه شي شهر ونص البوسحه لا حديث الا على العفو لا حديث الا على العفو كانوا كيتسناو انه يكون بحال 2009 2014 عفو شويه شامل كبير زعما كلشي كيتسناها كاين علاش ضحكتي قول لي علاش ضحكتي لحيت كاين تفكرت واحد النكته لان كاين اكتظاظ حاليا في السجون لانه اللي تعتقل دابا كيتحكم ب 10 سنين الحبس اقل من حاجه كاين الاحكام قاسيه جدا بالنسبه لهذاك اللي لا حتى طبيعه السجن كيكونوا فيه المدة طويله لا حتى في العرجات مثلا وداك الشيء كاين اكتظاظ والنكته هي كيقولوا كيشدوا الدراري باش تيدوز كاس العالم غادي يخرجوا منين تخيل اجمل تخرج فريس وفاتحه كيفاش ضروري هذيك انا جاي لهم خلي انا بغيت يعاود لي واحد النقطه مهمه لا والله كتهمني دائما كنرجع مع اي واحد هذيك لحظه الاعتقال الاولى عمر انا ما تعتقلتش ما اعتقلونيش البوليس يعني ما دوزتش هذاك الشيء ديال الحراسه النظريه ولا شي بحالك انت كيفاش دايرت معاك دايوغ انا تلاقيتك سلمت عليك وما شدوك في الحسيمه غلطي انت سبابي لا مشكله غادي كنت سير شويه واحد الوقت مشينا لذاك الوطيل الفلاني علي المرابط جالس قلت لي قال ما انا ولا هو اللي قال لي راه شدوا المهداوي ولا قلت لي شدوا المهداوي بقينا كنموتوا بالضحك واش شدوا المهداوي طرقبوا عليه حيت كان هو عنده شوف انا تقدمت كان عنده بحث اوكي عرفت كان عندي بحث تمهيدي ماشي جلسه بزاف ماشي كذا و 20 من 15 10 ولا 11 جلسات ديال شوف ما كتحسب على الفلوس جناح 6 كانت كوفيد ها؟ كانت كوفيد
كانت كورونا بصراحه. كانت واحد القضيه تقول هذا لا كانت فاتحه عيطتي وما جاوباتش فاتحه. شكون فيها؟ كانت هي دايره سيلونس ما دارتي لا كان التليفون ناقص فوقاش ديشارجا لا شدو فاش شدو عيطتي وكان واحد القصه انا بغات تعيط من بعد من بدا عاد سمعت واحد نعس الاسبوع سيمانه عاد تعطيكم ما نقدرش من تعتقل ني تعتقد كيديروا ديك 15 ديال ديال كانت كورونا ما درتهاش انا ما درتش ديك 15 لا قلت يجي نحس ديك طرا في عزله بوحدو لا ما كتخرجش للفسحه كانت واحد العزله قاسيه شويه كانت كيخلي 15 يوم ما تخرجش للفسحه ما تلاقى مع حتى شي واحد الى اخره انا هذاك هذا الاجراء ما داروش معايا حيت كنت بوحدي في هذاك واصلا كان عندنا ايطاج كامل فيه شي 30 زنزانه كانوا كلهم خاويين الا الا ثلاثه الزنازين كان ديالي وديال سليمان الرسولي وديال ديال شفيق العمران لا لا لا, لا ديال واحد الاسرائيلي وكل واحد كيخرج ساعه بوحدهم في الفسحه ما كان عندنا اش كيتسمى الريجيم ديزولمون عندنا السجن الفرادي بحال هكا الماكلة عمرها ما كاينش كتجيرها شوف انت عندك مشكل تختار ولا اي حاجه تاكلها بصراحه فاش دخلت الحبس انا هاد المسائل ولاو عندي حتى انا ويا بزاف وليت زاهد في الماكله انا خصني غير باش سورفيفو سوبزيست صافي يعني ما انا بزاف كيديروا شكايات على ود الصوبه راك شي وكيحيحوا لك شي انا ما كنتش كندير ما نسوقيش ما جاش الخبز ماشي مشكل ما جاش حلو صافي الله يسامح نسيناك باش باش كل العام ماشي مشكل وفاش كنت في عكاشة بالعكس كان عندي الريشو كان عندي الحق في الريشو كنت كنطيب بعد المرات سيري بوحدها لا واش مالها كنتي حكي طيب قبل هنا في الدار ما كيطيبش كيديروه كيصايبو بحال كيصايبو طاجين كيقطعو بطاطا وكيحطوها فوق وكيحطو واحد الخرم دابا ديك السردين ديال الكوره كطيبو مع بطاطا وكتسمى الكراش شبه طاجين ما يسمى طاجين ما كيسمى طاجين انا كنت كيسموها كراش كيطيبوها كامل وهذاك هو العرس عند صاحبي الكراش اللي طيب كراش هذاك النهار عنده زعما هو انا ما كنتش مهتم بصراحه ما كنتش مهتم بزاف هادشي ديال الماكله كن اللي كنت مهتم به هو شويه ديال التوازن ولكن التوازن ما صعيب ما عندكش كدير لان مجبر انك تاكل السقاطه ولي كونسير والقرايه قريت شويه القرايه قريت من كل بستان زهراء كنت بزاف ما كيتمنعوش لا ما كنتش لا ما كاينش جرائد عادي كيدخلوا عادي غير ما كانتش تصور على شي بنت ولا شي حاجه في الاخر حيدوها الجريده الصباح كيضربوا عليها هذوك لا 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 عارضات الازياء كيديروا لها بحال هكا الماركر لو كان اونشيني كيدمجوك على السجين لا هذيك فيها كي كانت تجربه شويه نفسها عكاشه ولا مشيتي تجيبيت كاين اختلاف وكاش السجن كبير السجن حتى السيرفيس ديالو لا حتى الثقافه ديال السيرفيس ديال الموظفين الثقافه ديال السجون الكبار هي الثقافه ديال السجون الصغار دابا مثلا ان تيفلت سجن شديد الحراسه كيسمى سجن امني وبالتالي فيه مسائل اللي ما كنتش كنشوفها مثلا في عكاشه شنو بغيت نقول لك زعما حسيت بالفرق كانت السجن ديال تيفلت كان صارم اكثر من السجن ديال عكاشه ترونسفير علاش داوك اداري ولا سميتو عادي ولا تعذيبي باش يزيد ترونسفير عادي انا بنتي ديال سالو داو عادي انتهت المحاكمه مش ولا مسؤول ملي جاك ترونسفير مش ولا مش من داوش مثلا انا نعاود لك ترونسفير عكاشه عندك القضيه ديال ترونسفير كانت نهار الجمعه حيت كنا غادي يهضر معنا وهذاك الصباح مدايرين غنتلاقاو الدراري في المدينه يلاه خارجين
يعني مع ديك جويه 12 نمشي ونتلاقى هو كيعيط حتى لوحده ولا جوج. مازال ما خرجناش كيعيط في التليفون، الو ماما لاباس وعلا تودي عيطي بكري لاباس وعيط نص التليفون غادي يخلص راه نوضوني الناس باش نهضر في التليفون لان غادي يخسر التليفون. عرفتي هذا هو الخطه اللي داروا لي ما بغاوش يهضر مع الدراري. ملي مشينا الدراري هضرنا معاهم داك الشيء بقينا كنقولوا كاش خصنا نقولوا بان انا غادي نتلاقى عمر. الو من بعد شنو غادي يوقع جوست ابخي غادي يجي عند الاستاذ هذا اللي غيعاود لنا غادي يجي عند الاستاذ المسعودي غادي يبقى معاه وقيلا شي ساعه ولا ساعتين غير غيرجع لا سيلو مازال غادي يقول له عندك خمسة دقائق الجمعه الصباح السبت الصباح كتجيني انا انكو التليفون ما عارفاش جاوب كيقول لي يا عمر انا عمر ما تخلعيش راني هذا ما بقيتش في عكاشه راني في التلفاز ديك الساعه تسجل داك النمره ديال التلفاز جوج وعرفتي شنو هي باش ما عرفتيش ما عمري عرفت فين كاين التلفاز جوج نمشيو ها مين سمحنا في التلفاز جوج قلنا يدخلوا لنا الاداره هو في راسك هو راه ما تشد ما تحكم هو ما دوز ترونسفير انت هي تشديتي وتمشي ترونسفير وعلى اشطاضة يعني دي مع عمر يعني راه هي مسكينه اللي كانت جوج في محطات السي قنديب هذا غير بالمناسبه السي قنديب محامي ديال السي عمر غير بالنسبه للجمهور الكريم اللي باش نعرفوا السي قنديب خصني نقول فيه واحد الكلمه حق لان في هاد المحطات فين كيبانوا الشرفاء ديال البلاد خصوصا المحامون اللي كيآزروا السجناء ولا المعتقلين ديال السياسيين فما كيحس بهذه غير يدوز هذه المحنه فتحيه اجلال واكبار السي قنديل الاستاذ المسعودي كذلك والعديد من الاصدقاء الاخرين اللي ما حاضرنش معنا فكنحييهم بهذا المنى تفضل السي قنديل. استاذ حميد تحيه عليا ليك على المجهودات اللي كتقدم في هذا المجال هذا ونعرف ان الطريق هذه ما سهلاش بالنسبه ليك ولكن تخترقها بكل قوة حياد الله. الوغ انا بالنسبه لي كان واحد المحطات اللي كانت مؤثره جدا بالنسبه لي كدفاع طبعا انا لست من الاقارب ديال العائله ولكن اعتبر نفسي جزء منهم. عشت جوج لحظات اللي كانت جد قاسيه مع سيدي عمر. الاولى هو نهار الاذاعه نهار الامر بالاذاعه اللي كان يوم قبل واحد المناسبه بالنسبه للمغاربه اللي هي عندها قدسيتها وعندها اهميتها اللي هي عيد الاضحى قبل من الاذاعه قبل من قرار الاذاعه ديال سيدي عمر بين قوسين انا كنت في الرحبه باش نشري حولي غيتصل بي واحد المسؤول قضائي غيقول لي عفاك بالنسبه ل سولني على واحد الاجراء قضائي ديال السي عمر ديال انه كان عنده واحد واحد الحكم غير مشمول بما في المعجل قال لي عفاك بلي لاطاتي انت كان هكذا ربما كان هناك اتجاه ديال البحث عن حاله العاود وكذا انا راني كنقلب على الحولي راه ما عندي حتى شي معلومه عليه راه بعيد كل بعد على الاسم تاعي فمباشره بعدنا غادي توصل المكالمه مع سما يقول لي راه لا راني في الدار راه في يمكن ممكن وتوتي نهار باش نوصل عندي دابا على 8 السوايع عيطت لواحد الزميل ديالي كنحييه اللي استجب سير فراس ومشى حضر مع السي عمر والاستاذ المسعودي كذلك الاستاذ المسعودي وزميل اخر صديق ديالنا الاستاذ حسن حضر معنا مع السي عمر وكانت زعما واحد المرحله اللي كانت خاصه باللي سمعت القرار ديال الاذاعه وكانت في خلال نقاش مع عمر ناقشت امور غير مهنيه معاه وكانت مؤلمه جدا من قبيل السيده فاتحه وخواتات كذا الى اخره كانت هذه مساله مؤثره جدا والمساله الثانيه هو نهار اتخاذ القرار ديال التنقيب انا بالنسبه لي كانت مستبعده كانت على الاقل تكون ما تكونش بعيده على هذه المسافه كامله ولكن لحظه الاستماع ديال القرار كانت هذه كنعتقد جوج ديال المحطات باش تكون الحكم مؤلمه من بعد صدور القرار ديال محكمه النقد حدثت فينا الاستاذ المسعودي ومجموعه من الزملاء مباشره بعد ما تقريبا بايام جاء القرار ديال التنقيب ديال السي عمر بعد ما اصبحت اكتسب هذاك الحكم هذاك حكم الادانه اكتسب الحجيه ديالو بطبيعه الحال انتهت المراحل ديال التقاضي جاء القرار ديال التنقيب ديالو وهذا اجراء اداري في كثير من الملفات كتوقع هذه الحالات هذه ولكن انا بالنسبه لي كان قاسي جدا وكان الوقت تاثر عليه بشكل كبير بعد ما عرفت مباشره ما عرفت القرار ديال التنقيب لان تنقيل العمر كان تفلت فكانت زياره مباشره للسي عمر كانت الانسان معاه مطوره بطبيعه الحال كانت واحد المجموعه من الالتزامات اللي تخليت عليها وكانت القرار ديال انني نزور السي عمر كانت الزياره من اجل
رفع المعنويات. انا بغيت نرجع مع عمر عفاك هذه النقطه كانسيسيه باش غير كنشوف هذه ديال الترونسفير. انا كنعرف اللحظه اللي غتجمع الترونسفير غتجمع حوايج شنو هو الشعور مقارنه مع الشعور ديال الصدور بالحكم ولا اقصى شعور شنو هو؟ ما كتبقاش عارف شوف ما 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 كتبقاش عندك ديك لا كونسونطاسيون ما عندكش لو كونترول يعني اولا كيفاش كيجيو عدد كبير ديال الموظفين 10 ولا 12 موظف كيوقفوا بحال هكا جمع سربي دابا شي عمر لا العمر واش وهذيك الجمع راه مهمه فاش غتجمع دابا الحبس ما فيهش صالح اسوء ما كاين الترونسفير هو ديك ملايا كتحول الى سره ياك تجي سره هذا هو الجيري ما كيعطيوك الصاك ما عادش زوين كتشد ملايا وتبقى تعمر داك الشيء وكتزغط داك الشيء لواحد وكتم داخل بحال داك الروحاني كتم داخل كنسمو من حاله زونات حاله زونات واحد كتسمى الروح حيت واحد الحاجه بعد المغاربه ما عارفينهاش يمكن الحبس ما فيهش فراش هذا هو المشكل الحبس ما فيهش فراش زعما كاين دارا السجن ماشي بلاصه ثابته مره كيهزوك هنا حطوك في السجن شنو خاصك تهز معاك فراشك هذا اللي قلت له خايبه ما خاصكش تهز معاك غير كتوبتك وحوايجك مثلا كتولي هاز واحد البارت واحد الرولو كدير داك الفراش كيرولوه وكنك كتشوف السجن كتلقى كلشي داير بحال هكا هز هزيه بحال هزيز كارفو هز دارو على زون هز دارو بالنسبه لي شيء عجيب لان كان شويه في السجون كان شويه في السجون النسبه ديال الفراشات كانوا في دي ماتلا وفاش طرا واحد الحريق في كازا قال لك بسبب ان هذوك اللي ما طلع انفلامابل ما غيبقاش هذاك وجابوا واحد الحاجه اللي حتى هي انفلامابل الحق دابا الحق دابا فكرت كان معايا واحد السجين سميته بو عبد الله هذا بو عبد الله ذيب راجل كبير ولكن صاحب نكته خطير جدا فملي كنقول دابا انا هاز حويجات غنمشي نشر حويجاتي في الكول ملايات والسطيله هو دابا كيكون جالس هكا كيوز من قدامه تقول لي ايه الصحافه كيف كنشوف على الصحافه كيجيو غادا في السطيله ولا تمشي عرفتي بعض الله راه كنلقى الحماق في الدار تقول لي الصحافه مسكينه وكيف كيقول واحد الطرق ديالو ليبيا واعر بزاف اجي بلاش تعمل هذا اللي مهم اللي مهم هي ما قبل لا ما قبل انتهاء المحاكمه وما بعد انتهاء المحاكمه ما حسيتش بوالو كنت كنتسنى ان تكون كنت عارف ان الحكم غيكون حيت كانت الادانه ديال سليمان رسوني اسبوع ولا اسبوعين قبل مني وعطاو 5 سنين السجن ما كان عارف حتى انا غنكون في هذيك في هذيك في هذيك الطريفه معروف وصافي ما زعما الحكم ابتدائيا الحكم ابتدائيا لا اللي بغيت نقول لك لان نقول لك لا لان قبل من الحكم النهائي الاستئنافي ولان ما قبل كان حداك الدفاع ديال كيجي عندك ديما يعني هاد الحباس الزياره ديال المحامي مهمه لان كتهرس ليها سميتو ومن بعد المحاكمه يعني وليت اولا بعدتي وثانيا يعني حتى المحامي غادي يزيد زور غير مجامله لان ما بقاش عندك نقاش ديال اي فوالا تولات الزياره ديالنا زوينه قلنا في الاول قال لي البوند رقم الماده الناس قال لك الحال راك عارف لا فتحت له بعد ما كاين تلقاهم مربوط وانا كنت خاطر قارو يا ولدي لا لا وانا كمان كاملي من تما ما تنكمل انا دابا اكيد شنو هو المشاعر ديال وانا شوف انا يا عمر انا افتقدت عمر فترة ربع سنين بعد شكل كبير بحال 40 عام حيت كبر بسرعه كبر عرفتي شي اخر 40 عام انا سعيد زعما حقيقه بغض النظر على السنين اللي دازت ولا اخر انا سعيد باش يكون عمر معنا دابا
والاستثمار ديال هذه التجربه هذه راه ماشي سهل بالنسبه خاص يكون استثمار ايجابي وبالنسبه للمستقبل ديالو المهنه وهادشي اللي شي الحاجه اللي ما تنساهاش اسيدي الا قلت لك لقطه نسى كلشي عطيني مشهد شوف انا في الزيارات وفي المحكمه والى اخره ما عمر حصلنا زعما شي طياب نقولها انا وفاتح برافو كنتو محترم واي ما عمر بالعكس كان جي مره واحده جات خدات قهوه من الماكينه ودخلت لا هذيك راه هضر عليها بزاف هضر عليها بزاف في المحكمه هذيك المحكمه كنهضر على المحكمه انا وخرجت ولكن في الاخر جاو الناس هما ديال المحكمه اللي ترجعوا ما عنديش شي حاجه زعما حقيقه عندي انا حاجه هو انه انا اكثر واكثر المان اللحظه شفت فيها السيدي ادريس وانا كنت صدور حكم سيدات الاول مره غنشوف السيدي ادريس تيبكي وديك ديك الوضع اللي كان زعما مؤلم جدا كنت خايف على لاله فاتحه في ديك اللحظه لكن بقيت كنتحق ويا بزاف ولكن السيدي ادريس انهار في ديك اللحظه عالمية الناس بزاف ما كيعرفوش مشاعر الاب عالمية نشرت هذيك اللحظات ديال بدايه البكاء ديال السيدي سيدريس انا اعتقد على انه اختار اذا كانت ديك ديك الفتره ديك الفتره سي عمر ما فراتوش هذه اللحظه غنشوف فيديو غنشوف فيديوهات ديالك وكانت اللقطه اللي كانت لاله فاتحه ديال هذيك نشرات عالم لاله فاتحه شنو ما تنساهش مشهد هذا الحقيقه انا دابا اختلطت عليا بزاف الحاجه اللي بقات فيا بزاف هو ديك البداية ديال هادو ديك الطريقة كيفاش تعامل معاه وكان كان حيت كان مجرم كيفاش انك انت المحكمة يعني ما كانش عندك حتى حق انك تشوفو انك تهضر معاه انهم يتواصلوا معاك او انه يعني هاد المسألة هادي اثرت فيا بزاف هما عندهم واحد لان كنقول انهم انا نتمنى مادام انت في هاد النقطة اختي فتيحة نتمنى يلتقوا حتى الناس اللي هما عندهم واحد الفلسفة نتمنى يحيدوها اش كيديروا هما تيفكروا في فلسفات نهار الاول اللي موت المش ملي كيجي السجين اش كيقولوا كيطلعوا معاك كدا فهمتي باش زعما تأضرت منطق هو بعض المرات كيغلطوا تيكون شي سجين ما يستاهلش المش كي نهار الاول عندنا انا اللقطه هي كتغلط معاه فاضل فهمتي الفكره دابا ملي كيدخل شي واحد خاصك ذاك النهار الاول زعما كيبدا معاك مثلا العزله ما عندك حتى حاجه وتدريجيا عاد تبقى انت تاخذ وبعد مرات تيكون شي واحد كيما عرفتي كيما بقى بحال عمر كيما دخل وكأنه لم يكن يعني بعد مرات كيكون غير إذا ما كناش عرضنا لشي اضطهاد في المحكمة ولا في السجون اللي كان فيها عمر تعرضنا لواحد اضطهاد ديال الإعلام صح ديال الدواب زعما الإعلام مش خارج داكشي زعما ما خلاوناش الثقة الوحيدة هاد العام الاول ولكن من بعد حنايا تريد بعض المرات لا اسمح لي انا واحد مهمه جدا انا تنقول السجن سي عمر ولا ما واش اللي مرمو كان لا زعما راه ما عندوش الوقاحه ديال توظيف الاعلام بهذاك الشكل كان اخطر واشد الما من الاعتقال هي صحيح ولا للاسف شوف طبعا عطيك على واحد القضيه دابا بعض المرات شي ناس كيعتبروا بحال المغاربه اغبياء دابا خروج عمر شي واحد كيكتبوا الكوفيه وتصور اصاحبي دابا باش تعرف هذا الشيء وحدي لا دابا باش نقول لكم الاخوه ودابا حتى الا بدا الراي ديال المغرب انا بالنسبه لي لا انا بالنسبه لي ما هذا ديال الراي انا هو ما روش شاك ولا كاين شي امور واش امك راه امك امك راه بوير عقول ما راه بوير راه بلادك فهمني بلادك راه بلادك رايتك راه رايتك عندي رايه المغرب علاش كنديروا فلسطين لانها دابا رمز ديال المحنه ورمز ديال الوضع الاستثنائي والعالم معاه وانا خارج هذا استنى واش كيمشي يقولوا علاش ما درتيش رايه المغرب وداير الرايه ديال تصور شي تشويش دابا ما عرفتش زعما شي نيفو دون المستوى مع كامل وهاد العمليه كتكرر حتى في المحنه ديالي انا ملي خرج مشاو لي لباس المدام باش انت ما تبقاش في قلب الحدث فهمتي دابا كيفاش كيدير دابا عمر البارح باش ما يكونش في قلب الحدث علاش ما ديرش الرايه ديال وهذا كذلك في إساءة بالغة حتى للدولة لأن القضية الفلسطينية والصحراء المغربية سيان والدولة على الصعيد الأصلي لأن علاش علاش وعلاش دابا كيبخصوا هذو اللي كيديروا كيقيسوا اش كيقول الملك على الصحراء على فلسطين اش كيقول الدولة اش كتقول على فلسطين هو خطر هو خطر إذا أنت كتجي دابا وكتسيل بحال فهمتي واحد التشويش دون المستوى بالعكس السي عمر كنحييك والله العظيم بكل ما تحمل الكريم معنا فلسطين في القلوب
وحنا كما كنقولوا حتى في لافاك تنقولوا ما عقلتش الشعار لا التاريخ قضيه فلسطينيه قضيه وطنيه هذه راه كبرنا بها وسط الجميع والحسن الثاني قال والحسن الثاني علاش نقول لك شويش مجاني ونختموا هاد السلكه ياك انا شوف ما خديتيش الكلمه الفنان ديال الفنان العظيم سي محمد الزقاري الصديق تعرفت عليه في 2003 ها يعني 20 21 عام كنعرف هو سي محمد الزقاري الزقاري فنان لا ما فنان والو ولا هذا الوضع ديال سي عمر خلينا نقول فنان شحال صديق عزيز ودائما فرحان ودائما ناشط وكيبغي كيبغي كيبغي دائما يشوف الجانب الايجابي في الاشياء شكرا لك متفائل المهم طيلة هذه أربع سنوات ديال الاعتقال كنا كنشتغلوا في لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين المحليين بالتربيضة وكان الشغل دائم كان عندنا أمل كبير أن عمر يخرج قبل ما ينتهي المدة ديال السجنية ديالو اللي كان محكوم بها وحنا بون حنا انا كمنسق وكاع الاعضاء ديال اللجنه فرحانين بزاف لان هذاك الامل اللي كان عندنا تحقق الحمد لله تحقق كنا ديما كنقولوا فوالا راه السيد راه بريء ما يمكنش يكون ما يكونش خصوش الموقع ديالو ماشي هو السجن الموقع ديالو هو في العمل ديالو امام الاسره ديالو امام صحابو والرفاق ديالو سيدي محمد السفرقه الموسيقيه دابا دابا صافي الجيتار عندي طوندونس سبعيات شي كلمه استاذ بالعياد المحامي على كل حال انا لي صداقه مع الاخ ادريس اب سي عمر الراضي اللي قال سنوات منذ بدايه التسعينات كنا نشتغل في مكتب واحد الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان كان عمر لا زال طفلا صغيرا كنت اعرف اخاه الاكبر خص عمر بدريس كان ديما ذاك المناظر الصديد البدائل وحداوي وبقات ذكريات جميلة رغم أنه انتقل للبيضة مع كامل الأسف لا نرى بعضنا كثيرا ولكن كانت واحد رابطة كيميائية بيننا كنا التقينا مؤخرا في الوقفة الاحتجاجية بمناسبة التضامن مع المناضل يوسف الحرش وجددنا اللقاء واتفقنا على أساس أنني سأزور عمر في السجن ولكن نيته غلبت واستقبلنا في بيته وما ان ننتقل عنده السجن وهنيئا للجميع الصحفيين ومعتقل الرأي الذين تم اطلاق سراحهم نتمنى ان تحضر الحكمة من جديد وان يتم اطلاق سراح معتقل الرأي وكذا نقل الزيان وجميع الأشخاص الذين هم معتقلين إما من أجل أفكارهم أو آرائهم أو مواقفهم ودرب النضال دائما طويل والنضال من أجل حقوق الإنسان كان ولا زال وسيستمر ما دام أن المناضل الحقوقيين أو الناس الذين لهم موقف معين مغاير لموقف السلطة ينظرون من زاوية أخرى ولكن يبقى دائما الهدف نبيل في أفق تحقيق المعركة التي يناضل من أجل الشعب المغربي والتي كرستها حركة 20 فبراير حرية كرامة عدالة اجتماعية وهنيئا من جديد سمع واحد السؤال ولكن نعرف بلا ما ندخل التفاصيل لا شخص جدي كنحترم راسي وكنبغي نتعامل مع الناس كيحترموا راسهم ومع الاسف انا من جيل وسبقوا اجيال ديال الناس اللي كانوا حياتهم كامله كينضلوا من اجل كرامة القضاء أجل الاستقلال والقضاء ولكن مع الأسف لا يمكن أن
تناضل من اجل كرامتي شخص هو تخلى عن كرامتي. كلمه في حق اشخاص غنطلبك تسولي ماذا ليسولي شي كلمه. صديق عزيز صديق عزيز وتجربه ديال السجن احنا اصحاب شحال هادي اصحاب شحال هادي تجربه مخيمات الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان الموسيقى زعما لقتنا الظروف في السجن كان عندنا واحد لو ريتوال لان كان ممنوع الغوات دابا حنا عكاشة السجن الزنزانه ديال في الجناح السر عارفه كي داير هو راه عارف عكاشة باب بلاندي ماشي باغ دو فير ماشي باب بلاندي وفي واحد كيسموه الديشيه الشريطو صغير عباش يطلعوا عليك هذاك ديال الدوار كتخشي كيعطيك عامل هذيك القشيه هي حيت الباب مسدود ما تسمعش شي حاجه شنو وقع برا هذيك القشيه هي من كنغوت كنعاود ندير ودني باش نسمع شنو كيقول لي سليمان نعاود نجاوبو هذيك فاش يلاه دخلت للسجن جا المدير ديال الحكاش كيغوت هو يسدها حتى هي بزاف انا كان هذاك وتما فهمت لان حتى ما قال لي انت ممنوع من انك تهضر مع الناس انا كنت ممنوع انني نتواصل مع الناس ممنوع قوت الواقع يعني كنكون دايز غادي بيا موظف في الفسحه كيكون مثلا في الكاش واقف واحد كيقول لي وا الصحافي واش كارو الموظف كيقول ليه ولا عطاك هذا كارو غنمشي انا وياك المعرفه المنفذ غير كارو لا ما تهضروش معاه بعدو منه داك الشيء دونك كان هذا الشيء دونك لمده شهر المدير ديال عكاشة سد علينا هذاك الشاطو بحال غنحماكم من بعد المهم تطبات الاجواء وداك الشيء وتحل حلوا علينا داك الشريط من الصغاور دونك ولينا كنهضروا دونك درنا ريتويل ديال 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 مراسله ديال العشاء كنهضروا واحد الشويه ولا كنغنيو ولا كنقول لها شوف راه دايرين ام كلثوم في واحد في الاذاعه فهمتي شي حاجه بحال هكا زعما الحاجات اللي استثنائيه وقعات ما بقاتش الذاكره من داخل السجن